واحدة معروفة هون يمكن على تيك توك شوي، فما يعني أنا شايفتها، ما بحب أحكي على حدا باللايف عندي، بس إنه عم بيقولوا بشبهها، بس أنا ما بحس في شبه، في شبه بينك وبينها ما شاء الله. ميرسي، سبحان الله، كتير مشبه بعض. لحقي حالك، الطلب علي كتير، أنا ما بحب المطلوب كتير، بحب الشيء السبيشال الخاص. نفس الشعر يمكن ولون البشرة لهيك عم يشبهوكي فيها. اوكي، سبحان الله. ايه خلص فهمنا انه كتير بنشبه بعض. روقي، ليش صاحية؟ لانه ما عم بقدر نام. ما شاء الله امك حلوة مثلك، شكرا كتير. 175 173. لا حبي، ليش عم بيعلق اللايف بعده؟ مجوزة؟ لا. سعدك، ما احلاكي، ما احلى طلة. ميرسي، انتي اجمل بكتير، شكرا. صباح حبي، صباحه. رح تندمي اذا رحت لغيرك، يا محلى الندم. 178، لا طولي 175، بس دائما بلبس كعوب لانه بحب الكعب كتير. احلى شي لمع بعيونك، الله يوفقك. ميرسي، قوية. متجوزة؟ لا. يقبلني التواضع يا ربي، بعيد الشر حبيبتي. قديش عمرك؟ عمري 21. معنية بعريس؟ شو يعني؟ قصدك انه في عريس على البواب؟ لا ابدا، ما هلا حاليا انا ضد الارتباط، وضد يعني مو ضد بمعنى ضد، بس ما عم فكر بسبب الدراسة والشغل وهيك. يعني بحب اني اول شيء اثبت نفسي وحقق ذاتي، وبعدين بميل لهي المواضيع. حاسس سكرتي البس وليلى قطك. انتوا رفقات؟ رجعت ولا هسه جيت؟ خلص حبتني، شو بدك فيها؟ خليها، شو بدك فيها؟ ليش عم تطلعيها؟ تحبيني وتاخدي مصروفي؟ لا، فرقني وخد مصروفك. رقم شو هاد اللي بالبايو تبعك؟ هذا رقم تواصل للحجز، كان لحجز الحفلة. 21 مبينة أكبر. ميرسي. صباحو صباحو. يعني إيه لما كلامي كله يبقى في سيرتك؟ يعني إيه لما بقى عايش مش شايف غير صورتك؟ مواليدك 2002؟ لا، عايزين على الواقع. نعم كتير ما شاء الله. سارة، بتعرفيني على الواقع؟ عن جد انا اللي بيشوفني بيقلي انه انتي على الواقع كتير انعم، حتى في عالم بتقلي اني على الواقع كتير احلى كمان. ميرسي إلون يعني، وانا فعلا على الواقع احلى والله. ما بعرف ليش الكاميرا مو كتير بتلبق لي، بس انه ما بتعطيني حقي. كيف تفرج على صفحتك؟ كنت بتفرج على صفحتك، محتواكي حلو، شكرا كتير، كلك ذوق. عمرك؟ لا عمري 21، رح يصير 22 الشهر الجاي. في حدا بشوفك بيقدر يفارقك؟ ميرسي، لا تخجلوني، بس انا لانه مشكلتي بحمر الشي بسرعه، كمان بتغني يا ويلي. ابدندن يعني، انه والله كنت مفكرتك اكبر، الله يحميك. ايه هي، لانه تفكيري اكبر من عمري، مشان هيك فكروني العالم اكبر شوي. ما شاء الله اصغر مني طلعتي، ما شاء الله بتجنني حبيبه قلبي. انت قد عمرك؟ سر سوريا، في عيد ميلاد ولا ناين؟ ان شاء الله رح يكون في عيد ميلاد. اوف، كاني فضحت الموضوع، بس على كتر مو رفقاتي ومعارفي كتار، مالي عرفانة شو بدي أعمل. إن شاء الله رح أعمل عيد ميلاد كبير. إيش هالجمال يا حلو، ميرسي. أنت مسلمة؟ الحمد لله مسلمة. باين عليك أكبر من هيك كتير، هي الكاميرا هيك بتعطينا على الواقع مو هيك. فكرتك 26 27 هيك مبين عليك والله، هي الكاميرا هيك بتعطينا، وإلا أنا وشي كتير ناعم صغير. إنت هالجمال، ميرسي. بيستو مايا شفستا يا جماعة، إش بنيش مايا ونيش مايا شفستا وانت إش دي يقانش أني شوز. الفضل بيعود لأمك، بتوعيك الفكري واجتهاد ولا اجتهاد ساكتي. أكيد أكيد، الفضل الأكبر لأمي ولأهلي، يعني بتربيتي وبإنشائي الصحيح الحمد لله.
أكيد كل إنسان عنده عيوبه وعنده ميزاته، بس نحن بشر بالنهاية وبنطمح دائما للأفضل. بس أنا كمان شخصيا شخص بحب يعني شوف لما الإنسان بشوف حاله أنه هو شيء ثمين، فبيسعى دائما أنه يورجي الصورة الحلوة منه، يعني يقدر نفسه، وبهالطريقة الناس كلها رح تقدره. أوكي ما ترد، رح ألغي المتابعة. إسماعيل سوري والله ما شفت تعليقك. كأنه عم يعلق النت. انتي كرديه من حلب؟ انا من الشام. والله من وين انتي؟ انا من الشام يا جماعه، من ساروجه اذا بتعرفوها، من جوات السوق. برافو عليكي، ميرسي، بيوتيفول هير، اسم الله، ميرسي حبيبي. شو عم تدرسي؟ عم بدرس هندسه اقتصاد بسنه ثالثه بدورتموند. انا ممكن اعمل حفلات هالسنه، موفق. شو برجك؟ شو بتقولوا برجي؟ هلأ في كتير ناس بتقولوا لي على شخصيتك، يعني ما توقعنا انه هاد برجك. ف what do you think؟ ده صار لك بألمانيا؟ صار لي بألمانيا، صار لي بألمانيا 8 سنين. الانترنت تمام سيرين، ما عم يعلق، ممتاز.